أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس في 13 من أكتوبر الجاري وانطلاق الحملة الدعائية الخميس 3 من الشهر ذاته. وقالت الهيئة إنها لا تزال تسعى لدى الجهات القضائية إلى تمكين المترشح الثاني لهذا الاستحقاق الرئاسي نبيل القروي من الفرص المتكافئة في العملية الانتخابية مع منافسه قيس سعيد، وحملت الجميع مسؤولياتهم في صورة الإبقاء على القروي سجيناً وعدم تمكينه من فرص التواصل مع الناخبين بأي شكل من الأشكال. كل التوقعات نحن غير معنيين بها في الوقت الحالي. نحن أمام مسار انتخابي قد انطلق، وأذكر الجميع وأن الانتخابات التشريعية على الأبواب، فلنذهب ولنفكر في الانتخابات التشريعية ولنعد لنتكلم عن الانتخابات الرئاسية انطلاقا من 7 أكتوبر حتى لا نخلط المسارات. واتهم حزب نبيل القروي قلب تونس حركة النهضة بعرقلة المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي والوقوف وراء بقاء القروي سجينا، وتعتبر قيادات حزب قلب تونس أن النهضة تسعى إلى ضرب هذا الحزب الذي تعطيه عمليات صبر الآراء مكان الريادة في نوايا التصويت. ودعت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية إلى إطلاق سراح نبيل القروي حتى يتمتع بتكافؤ الفرص في الحملة الدعائية الرئاسية مثل منافسه قيس سعيد، وفي غياب ذلك فإن العملية الانتخابية برمتها ستكون محل تشكيك في نزاهتها ومصداقيتها. وتشهد الساحة السياسية في البلاد حالياً وضعاً مفتوحاً على جميع الاحتمالات، ولكن التطورات المرتقبة تبقى في جميع الأحوال رهين ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى أحد المقبل، ويتنافس فيها أكثر من 15,000 مترشحاً بين متحزبين ومستقلين وائتلافات انتخابية. تتمسك هيئة الانتخابات بتنظيم الجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي في موعده، في حين يقرر القضاء الإبقاء على نبيل القروي موقوفاً في السجن، وبين هذا وذاك تبقى العملية الانتخابية برمتها مفتوحة على كل الاحتمالات. خالد نجاح، الإخبارية، تونس.